المحاضرة السابقة وصلنا عند هاي النقطة، وكنا شفنا كيف إنه بعض التجارب بعض الملاحظات في المختبر هي اللي بتقود الساينتست والريسيرشر إنه يعرف إنه هذا التفاعل نان إليمنتال، ويصير يدور على الميكانيزم اللي عم بيشتغل فيه على أساسه هذا التفاعل. وقلنا إنه في عنا بعد ما نطلع اكسبيرمنتال داتا ونشوف الريت لو اللي نطلعه من الفيتنج للاكسبيرمنتال داتا هاي، نصير ندور على الميكانيزم. السؤال انه كيف ندور على الميكانيزم من اكسبيرمنتال داتا او من ريت لو اللي احنا بكون عندنا، يعني كيف بدي اوصل لهاي الميكانيزم من هذا الريت لو. هذا الحكي في عندنا ب التيبل 7.1 او 9.1 حسب اي اديشن، بيعطيني شويه رولز اوف ثامب ممكن امشي عليها وتساعدني اني افكر واشوف كيف ممكن استخرج هاي الميكانيزم من الريت لو. اول رول اوف ثامب بتقول لي انه اذا كان في عندي سبيشيز هافينج ذا كونسنتريشنز ابييرينج ان ذا دينومينيتور of the rate law probably collide with the active intermediate. تمام، انه اذا كان في اي concentrations بالمقام الدينومينيتر معناته هاي السبيشيز الموجوده في المقام ممكن انها تكون فيها احد الخطوات الميكانيزم انها بتعمل collision مع الاكتيف انترميديت. اوكي، فبيعطيني على سبيل المثال اذا كان في عندي كونسنتريشن لاي في المقام فانه اي زائد الاند اكتيف انترميديت اي ستار بيعطيني كولجن برودكت معينه. هاي اول رول اوف ثم. الرول اوف ثم الثاني بتقول لي اذا كان في عندي كونستنت في الدينومينيتور، كونستنت لحاله موجود مثلا 1 زائد كذا او كي بلس كذا، شو معناته هذا الحكي؟ معناته انه واحد من الرياكشن ستيبس ممكن يكون سبونتينيوس ديكومبوزيشن اوف ذا اكتيف انترميديت. اوكي، معناته انا بكون عندي تفكك سبونتينيس تلقائي للاكتيف انترميديت اذا كان في عندنا كونستانت موجود في الدينومينيتور. بالرول اوف ثم الثالث بقول لي انه سبيشيز هافينج ذا كونسنتريشن ابييرينج ان ذا نيوميريتور اوف ذا ريت لو بروبلي برودوس ذا اكتيف انترميديت، يعني اذا في عندنا مواد التركيز تبعها ظاهر في البسط معناته هدول المواد هم اللي عم بيصير لهم انتراكشن بينهم من بعض وعم بيطلع لي الاكتيف انترميديت. اوكي، هلا عشان نشوف انه هل احنا فعليا هذا الحكي بيطبق على يعني اللي احنا قبل شوي استنتجناه او بالمحاضره الماضيه الميكانيزم اللي كتبناها، خلينا نطلع على هذا الريت لو. هذا الريت لو وصلنا له من هاي الميكانيزم مضبوط، فخلينا نشوف هذول الرول اوف ثم واحده واحده وهل هذا الحكي مطبق فعليا ولا لا. تذكر اول رول اوف ثم مره ثانيه نرجع لها اللي هي بقول لي انه السبيشيز الكونسنتريشن لهم في الدينومينيتر بيصير لهم كوليجن او انتراكشن مع الاكتيف انترميديت. احنا ايش في عندنا هون بالمقام؟ في عندي ان اوم. ايش في عندي واحد من هذول الخطوات؟ قلنا اللي هو الان اوم موجود هون عم بيصير له انتراكشن مع الاكتيف انترميديت في ستيب 3 هاي هون. فالان اوم بلس ان او 3 ستار عم بيعطيني 2 ان او 2. فهون عم نربط هذول الاثنتين مع بعض. الرول اوف ثم الثاني كان بتقول لي انه اذا كان في عندي كونستنت بالدينومينيتر معناته معناته في عندي ديكومبوزيشن للاكتيف انترميديت، وهون عندي هذا الكونستنت وهون في عندنا ديكومبوزيشن للاكتيف انترميديت بهاي الستيب اللي هي الريفرس ستيب كانت الفيرست ستيب. فلاحظوا انه وجود هذا الكي 2 هاي الكونستنت الموجوده هون لحالها ما بنحكي عنها، هاي مضروبه في كونسنتريشن ما بحكي عنها، لكن انا بحكي انه اذا كان في عندي كونستنت لحاله في المقام مجموعة لتيرمز اخرى وهدول هذا الكونستنت مش مضروب في كونسنتريشن معناته غالبا في عندي هاي الستيب. ايش هاي الستيب؟ اللي هي ديكومبوزيشن لل الاكتيف انترميديت يعطيني اشياء معينه بغض النظر شو هاي الاشياء. فبغض النظر احنا عم نحكي عن ريفرس ستيب ولا عم يعني ريفرس رياكشن للفيرست ستيب او وات ايفر، المهم انه وجود هذا الكي 2 اجى من هون. اوكي، الرول اوف ثمب الثالثة برضه شو بتقول لي؟ بتقول لي انه الرياكتنت الموجوده او السبيشيز الموجوده في البسط هي اللي بتعطيني الاكتيف انترميديت. ايش في عندي احنا هون في البسط؟ عندي ان او وعندي او 2. لاحظوا كيف؟ فاحنا بنتوقع انه الانتراكشن بين الان او والاو 2 بيعطيني اكتيف انترميديت، فكتبنا اول خطوه بهي الحاله اللي هي الان او زائد او 2 بيعطيني ان او 3 ستار. فهي هاي الفكره انه نبلش نفكر بهي الطريقه، يعني اطلع على الريت لو اللي قدامي بقول ايش في عندي اشياء موجوده في البسط؟ يعني يمكن عاده اذا بدي افكر بالميكانيزم ببدا من الرول ثم بالاخيره لانه هي اللي بتعطيني تكون الاكتيف انترميديت. فبطلع على البسط ايش في عندي سبيشيز،
بقول NO و O2 معناته خليني أجرب إن أحط NO زائد O2 شو بيعطيني؟ بلاقي إنه بيعطيني NO3. لاحظوا إنه إحنا عندنا أصلاً 2 NO موجودة في التفاعل، فبدي أفكر موجودة هاي NO كمان بالمقام، ممتاز، معناته الـ NO3 هاي ممكن إنها عم تتفاعل مع هذا الـ NO وبتعطيني الفاينل برودكت تبعني اللي هو 2NO2، اوكي؟ ومنين هون طلعت هاي الريفرس ستيب؟ انه في عندي كان هذا الكونستنت لحاله، يعني لو ما كان هذا الكونستنت ممكن اقول انه هاي الستيب كانت بس فورورد رياكشن، ما في عندي ريفرس رياكشن، وكان هذا كمان الفاينل ستيب، فقد يكون انه هاي الستيب مش موجوده لو كان هذا الكونستنت ما ظهر عندي في هذه التفاعل، لكن هو ديفينتلي ظهر، انه اصلا احنا حكينا كمان انه K2 كانت اكبر بكثير من K3NO، ف ظاهريا هذا التفاعل ببين انه سكند اوردر في ان او وفيرست اوردر في ان او، تمام؟ طبعا هذا الموضوع بده براكتس، بدنا نحل البروبلمز اكثر قد ما بنقدر عشان نقدر انه نصير نعرف كيف امسك هذا الريت لو وطلع منه هاي الميكانيزم، تمام؟ هاي بالنسبه لهذا التوبيك من هاي الناحيه. الناحيه الثانيه بنطلع على شيء اسمه تشين رياكشنز. في عندنا هلا زي ما شفنا احنا قبل شوي انه مجموعه من الستبس اللي بتوصلني ل الاوفر اول ريأكشن، لكن هون في عنا شيء ثاني كمان شيء اسمه تشين ريأكشن. هذا التشين ريأكشن بتكون من 3 سيكونسز. اول واحد اللي هو الانيشيشن، وين اللي هو بصير في عنا تكون الاكتيف انترميديت، بعدين في عنا بروبوجيشن او تشين ترانسفير ستيب. هاي شو بصير في عنا؟ بصير في عنا الاكتيف انترميديت بصير له انتراكشن مع الرياكتنت او حتى مع البرودكت، وبيعطيني كمان اكتيف انترميديت ثاني. إذا بهاي التشين رياكشن عادة بيكون عندنا أكثر من أكتيف انترميديت واحد، فهدول الأكتيف انترميديت اللي تكون في الانيشيشن ستيب بيصير له انتراكشن يا إما مع رياكتنت ثانية أو مع نفس الرياكتنت أو مع البرودكت حتى، وبيعطيني أكتيف انترميديت ثاني. هلا عشان تخلص الحلقة هاي في عندنا شيء اسمه ترمينيشن ستيب اللي هي الإنهاء. هون شو بصير في عندنا؟ بصير في عندنا دي أكتيفيشن للأكتيف انترميديت وبيعطيني البرودكت، فهون بتوقف هاي الدائرة عن طريق انه الاكتيف انترميديت بصير له دي اكتيفيشن، بتبطل هو موجود وبتحول للبرودكت. نشوف مثال على هذا الحكي اللي هو الثيرمال دي كومبوزيشن للايثين عشان يعطيني ايثيلين وسي اتش 4 وبيوتين وهيدروجين. يعني هو الايثين هو الرياكتنت لكن كل هدول هم البرودكت. هذا التفاعل معروف عنه انه بيشتغل في هاي التشين رياكشنز، بنجي بهاي الطريقه. شوفوا اول ستيب، اول ستيب زي ما حكينا انه الرياكتنت بده يعطينا اكتيف انترميديت، فاول ستيب هون فعليا هي انيشيشن C2H6 اللي هو الايثين بيعطيني 2CH3 راديكال. تذكروا حكينا احنا واحد من اكتيف انترميديت تايبس هو الراديكال اللي بيكون فيه انبيرد الكترون، فهذا اللي بيصير باول ستيب هون انه بيعطيني اول اكتيف انترميديت اللي هو CH3 راديكال. هلا بيجي عندنا البروبوجيشن ستيب، هاي CH3 راديكال بتتفاعل مع الرياكتنت اوكي وبتعطيني another active intermediate مع واحد من البرودكت. اعطتني هون CH4 واحد من البرودكت مع another active intermediate اللي هو C2H5 راديكال اللي هي ايثين راديكال، تمام. هلا نيجي هون ال C2H5 احنا جوا البروبوجيشن ستيب، لاحظوا البروبوجيشن ستيب هي عباره عن مجموعه من الرياكشنز عم تعطينا انتراكشنز مختلفه، ف C2H5 هاي بصير لها decomposition تعطيني C2H4 اللي هو الإثيلين البرودكت الثاني مع كمان another active intermediate او سوري active intermediate اللي هو الهيدروجين راديكال. كمان الهيدروجين راديكال بتفاعل مع الرياكتنت اللي هو الإيثين وبيعطيني C2H5 اللي هو الراديكال إيثين مع الهيدروجين another product موجود عندي بهذا التفاعل. فبالتالي C2H5 بتكون بيعطيني H high radical، H radical بتفاعل مع C2H6 برجع بيعطيني C2H5 وهكذا الحلقة تستمر بهذا الحال. عشان توقف هاي الحلقة لازم ايش؟ C2H5 يصير له deactivation، فبنروح على termination step. termination step بتيجي على C2H5 radical اثنين منهم بتفاعلوا بيعطونا C4H10، اوكي؟ لاحظوا هون عندي C2H6 بدينا كوننا واحد من active intermediate بالبروجيشن ستيب تكون another two active intermediates هم الايثين والهيدروجين راديكالز، وبالترمينيشن ستيب اعطانا اللي هو الفاينل one of the final products اللي هو C4H10 لكن عن طريق ايش؟ دي اكتيفيشن للايثين راديكال. وهون في عندنا هيدروجين وC2H4 CH4 اللي هم كل واحده من هدول البرودكتس اللي بيطلعوا من هذا التفاعل. ففعليا C2H6 مش مره واحده بس بتفاعل عشان يعطيني كل هدول الفور برودكتس، لا في عندنا اكثر من
تفاعل. لاحظوا 3 مولكيولز هون من الايثين دخلوا في 3 ديفرنت ستيبس من الرياكشنز واعطوني هدول ال different products, ال 4 different products. تمام. كمان example على chain reaction اللي هو ال hydrogenation للبرومين عشان يعطيني hydrogen bromide. ال زي ما حكينا احنا اصلا ال rate law بعمله بطلعه من وين؟ من experimental data, من ال experimental observations. فهون عم بيعطيني مجموعة من experimental observations اللي بقدر منها اني استنتج ال rate law. طبعا هاي experimental observations اجت من الفيتنج للداتا. فاول observation كانت موجوده عند هذا التفاعل انه هو first order with respect to the hydrogen concentration. اذا هذا rate law هو عباره عن first order للهيدروجين concentration يعني h to the power 1. هلا بقول لي nearly independent of HBr concentration at low HBr concentrations and decrease with increasing HBr concentrations at high HBr concentrations. إذا بقل مع زيادة ال HBr بس متى؟ لما نوصل على HBr concentrations عالية. هلا بقول لي كمان ملاحظة ثالثة إنه 3 halves order in Br2 at low Br2 concentrations and 1 half order in Br2 at high Br2 concentrations. كل هذا الحكي إنه والله الأوردر بيختلف من concentration level لتاني, كل هاي الأشياء يعطيني indication انه احنا عم نحكي عن non-elemental reactions. فهون بدي ابلش افكر بهذا التفاعل. هكي بدي اكتب الريت لو عندنا هون. ليش بيزيد مع زيادة في ريت لو بconcentration معينة وما بتأثر بconcentration تانية. فشو بدي اكتب هلا؟ دائما لما يكون في عنا يا اما بيزيد او بيقل حسب الconcentration او ببطل يكون مبين independent بconcentration low وبعدين بيصير انه تأثيره اوضح. هذا دائما بدلني على انه في عندنا بالمقام تو تيرمز, واحد بغضب على الثاني. فخلي هذا الموضوع دائما ببالنا انه اذا كان في شيء بزيد بقل معناته في عندي بالمقام تو تيرمز بينهم اشارة زائد, واحدة بتكون بتغلب على الثاني فبتضيع تاثيرها. فاذا بدنا نطلع هذا الحكي كيف بدي اعكسه بالريت لوز, بدي اكتبه بهي الطريقه. حيكون عندي زي ما حكينا انه الهيدروجين فيرست اوردر, عندي Br2 شو قال لي بالنسبة لل Br2؟ قال لي 3 halves order in Br2 at low Br2 concentrations وبصير half order at high Br2 concentration. معناته برضه Br2 موجود في المقام, اوكي؟ هو موجود في المقام ليش؟ لأنه احنا Br2 at high concentrations حيكون هذه الترم زائد something هون, فحيكون هذا الترم هو الأكبر, فبالتالي ال Br2 مع القوة 3 على 2 مع Br2 القوة 1 حيختصوا يصيروا half. لكن لو كان هذا low concentration حيكون تأثيره negligible بالنسبة لهذا مثلا, فحيصير عندي انه كأنه مش موجود, فضلها ال Br2 القوة 3 على 2 هي 3 halves. اوكي, هذا بالنسبة لل Br2. بالنسبة لل HBr حكى لي انه at low concentrations ما مبين تأثيره, at high concentration بقل. بما انه عم بقل معناته هو definitive في المقام, اوكي؟ بما انه مرة ببين ومرة ما ببين معناته هو term مجموعة لترم ثاني. فعشان هيك هون كان في عندي CHBr مجموعة لا ال K prime Br2, هاي اللي هي Br2 هون at low concentration هذا ما حيكون مبين, حيكون negligible effect وبالتالي مش موجود عندي تأثير اطلاقا. لكن لما يزيد ال concentration لل HBr بيصير هذا بالمقام اوضح, وبالتالي تأثيره بيصير اكبر وبيأثر على الريت لو بطريقة عكسية انه بقلل الريت لو. تمام. فهذا الاشي لازم انه ادرب حالي كمان اني اقدر اني اترجم هذا الكلام المكتوب هون على شكل rate law. فبنرجع انا وياكم نكتبها هون مره ثانيه. اذا ماينس الار او خلينا نحكي بلاش ماينس اللي هو الاتش بي ار عادي مباشره. دائما في كونستنت, دائما في مقام وبسط بالنسبه لنا او في غالب الاحوال, بس ما انه بيقل وبيزيد معناته اكيد في عندنا بالبسط. فقال لي انه H2 concentration معناته بدي احط هاي ال CH2 هون القوه 1 زي ما هم حكاني, ما هي ما بتاثر ما ان ما في تغير لهاي, معناته هي بس اللهم موجوده في البسط والها باور للباور 1. اكيد ححط هون كي لانه احنا في عندنا ريت كونستنت موجود. هلا بنيجي احنا ال Br2. هلا Br2 هو عباره عن رياكتن, فانا بدي احطه غالبا الرياكتنز كلهم بيكونوا بالبسط, اوكي؟ لكن هو حكاني انه هو مره 3 على 2 ومره 1 على 2, مره 3 هافز مره 1 هاف. معناته ايش؟ معناته الفرق بينهم 1, 3 على 2 ناقص 1 على 2 يساوي 1,
بانه الاختلاف في الاوردرز معناته في بسط وفي مقام، معناته خليني احطه هون بالمقام. الفرق بيناتهم واحد، معناته هو اللي بالمقام حيكون الباور تبعه واحد، واللي بالبسط حيكون هو 3 على 2، ف 3 على 2 ناقص 1 نص، و 3 على 2 لو كان هذا مش موجود او تاثيره بسيط على لو كونسنتريشن حيكون حضرها 3 على 2 وهي مش موجوده. وبضل عندنا ال اتش بي ار، فبالتالي بدي احط ال اتش بي ار هون، حط هاي اشاره الزائد بيناتهم، وزي ما حكينا حيكون عندي لو كونسنتريشن وهاي كونسنتريشن. هلا ما حي اكيد لما يكون في عندي تو تيرمز بالمقام اكيد واحد منهم بضل في كونستنت، اوكي؟ فانا ممكن احط الكونستنت هون، ممكن احط الكونستنت هون، ما بتفرق، لكن اكيد واحد منهم بيكون بضل في كونسنتريشن بكونستنت معينه، تمام؟ فبدي افكر بهي الطريقه، دائما بدي احاول احول هذا الكلام للريتو بهي الطريقه بهذا الشكل. فخلينا كمان هلا نحاول نربطها بالميكانيزم وبالرولز اوف ثمب اللي حكينا عنهم. تذكروا الرولز اوف ثمب مره ثانيه، بنقول انه الشيء الموجود عندي اياه في البسط بيكون بيعطينا اكتف انترميديت. فاحنا اذا طلعنا على هاي الستبس المختلفه هون، هذا تمت الوصول اليها، هاي التشين رياكشن عن طريق مجموعه من الاكسبيرمنتس وترجمت هذا الريتو. هلا لاحظوا ايش هم، في عندنا هون تو، في عندنا انيشيشن ستيب الاولى هاي اللي هي بي ار 2 بتعطيني 2 بي ار راديكال، بعدين في عندنا البروباجيشن ستيبس هذول الثلاثه، اوكي؟ هدول انه البي ار راديكال هذا بتفاعل مع الهيدروجين اللي هو واحد من الرياكتنتس الموجوده عندنا، بعدين بيعطينا الاتش بي ار اللي برودكت معنا زائد انذر اكتف انترميديت اللي هو الهيدروجين راديكال. برجع الهيدروجين راديكال بتفاعل مع الرياكتنت الثاني اللي هو بي ار 2 بيعطيني كمان اتش بي ار وبي ار راديكال، وبعدين الاتش راديكال بتفاعل مع البرودكت بهاي الحاله، لاحظوا اتش بي ار بيعطيني اتش 2 كمان بي ار راديكال. اخر شيء التيرمينيشن عشان توقف هاي السايكل زي ما حكينا لازم يصير في دي اكتيفيشن للاكتف انترميديت، ففي عندنا بي ار راديكال تنتين منهم بتفاعل مع بعض بيعطونا بي ار 2 اللي هو برجع واحد من الرياكتنت. فهذا هي التشين رياكشن اللي بيمشي فيها هذا التفاعل عشان يعطيني هذا البرودكت النهائي هو اتش بي ار. فالموضوع مش بالسهوله احنا نتخيلها، مش انه والله الاتش 2 مع البي ار 2 انكسرت هدول التو بونز بين الاتش اتش والبي ار بي ار بنفس الخطوه بنفس اللحظه والتنين برضه تفاعلوا مع بعض بنفس اللحظه واعطونا اتش بي ار، نو واي، يعني صعب اتخيلها بهذا الشكل. لا فعليا عم تمشي باتليست 5 ستيبس، طبعا البروبوجيشن بيضلهم يتكرروا، كلهم هدول الرياكشن بيضلهم يتكرروا حتى يعطونا هذا الفاينل ريزلت. فبس انا بدي احاول اربط الروز اوف ثمب اللي شفناها مع هذا الميكانيزم هون. فقلنا انه اول رول اوف ثمب حكت لي انه او اخر رول اوف ثمب حكت لي انه الاشياء الموجوده في البسط هي اللي بتعطينا الاكتف انترميديت. اذا بنطلع عليهم الروز اوف ثمب هون انه الكونسنتريشن موجوده في النيوميريتر هي اللي بتعطينا الاكتف انترميديت، هون كان عندنا الموجود في الدينومينيتر بيزيلهم كوليجن وبيعطوني اكتف انترميديت، they collide sorry with the active intermediate، وهون decomposition للبرودكت اذا كان في عندي constant. هلا بهاي الحاله انا ما عندي constant، لاحظوا ما عندي constant لحاله، عندي two species موجودين في المقام لكن ما في عندي constant موجود لحاله، ما عندي مثلا هون زائد k double prime او k1 مجموعه معهم. لكن عندي الرول اوف ثمب الاولى والثانيه، الاولى عم تقول لي انه موجود في النيوميريتر بيعطيني الاكتف انترميديت زي ما احنا شايفين، اول ستيب البي ار 2 الموجوده في النيوميريتر بتعطينا الاكتف انترميديت، الستيب الثانيه برضه الاتش 2 شارك بتفعيل او تكوين اكتف انترميديت الثاني اللي هو الاتش دوت. فالبي ار 2 والاتش 2 الاثنين عم بيشاركوا بتكوين الاكتف انترميديت، لاحظوا انه الاتش 2 لها دور بتكوين اكتف انترميديت مختلف عن ال اللي اعطانا اياه البي ار 2، فاحنا هون عم نحسب حساب هاي النقطه. اللي شو قلنا انهم اللي موجودين في المقام بيصير لهم انتر اكشن مع الاكتف انترميديت، صح؟ هون الاتش بي ار موجوده بالمقام فاكيد في عندنا واحد من الستبس انها عم تتفاعل مع الاكتف انترميديت في هاي الحاله هو الاتش راديكال، والبي ار 2 برضه لاحظوا حطينا هاي الستب اللي هي تتفاعل فيها البي ار 2 مع الاكتف انترميديت اللي هو الاتش دوت عشان تعطينا الاتش بي ار اللي هو البرودكت. فكل هدول يعني لاحظ دائما انه بسهوله بقدر اني اعكس هذا الشيء، بس طبعا هذا مش بسهوله اني اطلعه، فاحنا ما يعني على مستوى البكالوريوس هون ما بنطلب منكم انكم تطلعوا هذا النوع من الميكانيزم من هذا النوع من الريت لوز، لا اكيد احنا بنتوقع منكم الشيء الابسط درجه اللي هو بس انه والله حيكون في عندنا 3 اور 4 ستيبس، بس الهدف الاساسي انه نتعلم هاي المهاره ونفهم هذا الكونسبت.